الوقت راه ناقصه تقريبا 70%، وداكشي اللي كيعرفوا الناس واللي كيقولوا راه ما كاينش، اللي كيقول لك بان الاثمنه راه زايده وداكشي راه ما هي ما زايده الا في بعض الخطوط، ولكن بالنسبه للمحطه راه باينه، راه الترخيص ما كاين حتى شي كار وما كاين سوبليمات، لو سوبليمونتير راه ما كاينينش. حنا موالفين بعض الخطوط كيكون 10 15 كار ديال لي سوبليمونتير، هذا العام راه ما كاين شي، والحمد لله على الوقت راه عالميه، ماشي غنقولوا غير وطنيه ولا شي حاجه، لان الغلاء راه هو عالمي هذا العام. قبل اخويا هذا العام راه ما كاينش، اللي قبل تقريبا راه 70%، 70% راه ما سميت، هما دابا كيران عندنا والله ما كاين حتى ما سميتو، وحنا بغينا الضربي دايا ب 100 درهم ما كايناش، بغينا الرباط غير ب 100 درهم ما كاينش، بغينا شي واحد كاع ما عنده نصيفطو لعند والديه والله ما لقيناه. هذا هو دابا اللي غنقول لكم، وباش يكذب عليكم شي واحد ولا شي حاجه، راه كاين نهار واحد اللي داز فيه واحد شويه ديال الناس ديال الطريق ديال ورزازات الرشيديه زاكورا هادشي اللي سميتو، هذوك الناس اللي نعم لا لي سيبليمونتير ما كاينينش، والاثمنه راه هي راه ما كاينه سميتو، راه بالنسبه للناس اللي هما كيسافروا راه يلاه كتبان لهم الطريفه الحقيقيه ديال الدوله في المناسبات، واللي قال شي حاجه ها الطريفه راه عندنا في البيرو يجي يشوف الطريفه الحقيقيه اللي عطيها الدوله. إن زقنا الرباط راه كاينه 150 درهم، راه دايرين ليه 120 درهم 110 درهم، راه ما كاينش شي حاجه اللي هي زايده ولا شي حاجه اللي سميتو. وانا راني واحد من الناس القدام ديال الميدان، راه تقريبا 52 سنه، راه ما غاديش سميتو نتقلد بشي حاجه، انما هي نطلب الله سبحانه الا واللطف فيما جرت به المقادير، والله يجعل صدر ربي يسر الجميع. تنقول لك الوضع يرتله، ها هما الكيران راه واقفين، ثمن السوبليمات راه جبناهم، وانا اللي غيسافر راه ما كاينش، الازمه كاينه، عرفنا واش جا من الغلا ولا من اش جا. هذا العام هذا سبحان الله العظيم اكسيبسيونيل، ولكن هما راه واقفين، وانا اللي غيدي راه ما كاين ما يدي، الغالب الله نورمالمون هاد الديبار هذا كانوا تيخرجوا فيه ثلاثه الكيران، هذا العام هذا واحد راه مازال ما كملناش باقي خاصو، اش غنديروا؟ واش بعدا غيمشي ولا ما غيمشيش؟ حتى راه فلوس ديال المازوط ما وصلناش فلوس ديال المازوط. هذا الديبار ديال مكناس، هذا الديبار ديال اكليم يزكان مكناس، واني هذا العام هذا سبحان الله العظيم راه ما كاين والو والو، محال غادي يمشي هذا العام، محال غيمشي هذا اليوم بعدا، هادشي كنشوفوا هادشي اللي وصلنا دابا راه محال غيمشي، على حساب هادشي اللي كاين دابا راه محال غيمشي. ها هو ها هو هذا راه وقفنا هنا، والسوبليمات هما وقفناهم لهيه، ولاني ما عمرنا كاع الديبا. هذا الكار على الاقل المصاريف دابا ديالو خصوصا بهذا المازوط دابا خاصه بعدا على الاقل كيدي 6500 درهم غير ديال المازوط، وزيد على 800 درهم ديال لوطوروت، وزيد على الديبلاسمون ديال الشيفور وديال الكريسون، فينا هي؟ مازال ما وصلناهاش كاع نهائيا، يعني في غيمشي هذا الكار هذا، يعني اللهم نخليو نيت هنا. الناس راه قهرهم الغلا، هادشي اللي كنقولوا حنا، راه منا وجبد النيت، راه قهرنا نيت الغلا، الله يدير شي تاول ديال الخير وصافي. بالنسبه للاخ بالنسبه للمحطه، راه كتشوف المحطه ديال زكان الكيدار ديال الكيران كاينين بزاف، ولكن المسافرين ما كاينينش نهائيا. هو دابا نيت الكار عندي انا دابا انا عندي الديبار دابا، والكار يلاه فيه 10 الليس. يعني الكيران كاينين، الاكتظاظ ديال الكيران، شوف دابا المحطة عابرة بالكيران، وني المسافرين ما كاينينش نهائيا. هذا هو اللي كاين اخويا. انا عندي 11 ونص ديال الليل. عندي 11 ونص ديال الليل، الله عندي 10 الليس. وما كاين لا اكتظاظ، كاين الناس راه كاين الزعام وكاين هذا، والكيران ما كاينينش، بالعكس الكيران هما كاينين موجودين، ولكن المسافرين ما كاينينش. لا 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 ما كاين لا بالنسبة للزيادة ولا شي حاجة، ما كاينش كاع نهائيا. وما كيزيدوا كاع، لا زادوا كيزيدوا 10 دراهم، اللي كيزيدوا كيقطعوا 120 درهم كتزيد لك 10 دراهم، 130 درهم ما كاينش شي حاجه من غير 130 درهم. كذب على الكذاب يقول لك لا كيزيدوا ولا كيغليوا على المسافرين، لا ما كاينش. يعني دابا حاليا كيقول لك الطريفه دابا حاليا 100 درهم وما كاينش، يعني كتشوف المحطه هي عامره بالكيران، وبالنسبه للمسافرين ما كاينينش. دابا انسان على حساب العيد، ها هو كاع قالوا نهار السبت كاع العيد وداك الشيء، وما كاينش كاع ذاك الاكتظاظ. الموظف كيكون دابا كيقول لك نهار السبت تقريبا العيد وداك الشيء، كيكون الزحام، كيكون المسافرين قبل الديبار ولا يومين كتلقى الزحام، وينسى كيريزيرف وكيقطع. دابا كتشوف المحطه خاويه ما كاين والو، الكيران كاينين موجودين وانا المسافرين ما كاينينش. هذا الاكتظاظ ولكن كاين بالنسبه لذوك المناطق ديال كيمشي الرشيديه والرزازات، لان كيكونوا دوك الناس دوك الحرفيين مساكن هنايا وداك الشيء خدامين هنا، فهمتي، هما اللي تيمشيو دابا، ولكن كيكون يومين ديال الخدمه اللي كاينه فيهم. كاينين سوبليمات وداك الشيء، ولكن الثمن راه عادي، الا زايده غتكون زايده واحد 20 درهم كاع، فهمتي، ماشي بزاف. حيت الكار كيمشي، حيت الكار دابا كيمشي من هنايا عامر وكيرجع بالخاوي، الا زادوا عليه كيزيدوا عليه واحد 20 درهم. مثلا الطريفه ديالو الا كانت 100 درهم كيقولوا ليه 120 درهم، او مثلا الا كانت الطريفه ديالو 120 درهم كيقولوا ليه 140 ولا 150 درهم.
اما بالنسبه من غير ورزازات كاين مثلا بحال طريق صويره، بحال دوك الناس ديال فاس، ديال تاونات، دوك الناس ديال الشمال كيمشيو حتى هما كيمشيو، ولكن داكشي ماشي شي، ما بقاش ديك الزحام اللي كنا كنشوفوا ديما، الاكتظاظ اللي كاين بزاف. ها الحافلات موجودين ولكن راه ما كاينش المسافر، راه ما كاين هادشي، ما عرفناش مناش واش من الغلاء اللي كاين ولا، مهم باقي ما عرفناش لحد الساعه مناش هادشي. خذ سيدي شي شويه وكنلقى ديال ما عينا شويه، ماشي كي من ناحيه ما كاين الاقبال ترانسبور شويه، ماشي موالفين كنخدموا من ورا العيد، من قبل العيد كنخدموا 10 ايام، كنخدموا 9 ايام 8 ايام، ودابا انت كتشوف يلاه يومين هذه كلشي مشى في حالته وما كاين والو. القضيه عيانه شويه، كاين اللي واقفين من الناحيه ديال القضيه ديال الرباط وداك الشيء والضرب، هذا القضيه عيانه شويه. الجهه ديال الورزازات اللي كاين شي شويه، حيت الناس ديال الورزازات شويه كيمشيو في الاعياد وداك الشيء، ما الجهه ديال الضرب ديال الرباط وفاس عاشي شويه وكان ما كاينش شيء تقريبا، ما كاين والو. بالنسبه للاثمنه الناس تقول انه طالعين الاثمنه، لا الاثمنه ما كاين طالعين ما والو، لان القضيه ديال المحروقات المازوت دابا تزاد وكلشي تزاد على الناس ياك، واش تزاد على الناس ما كاين لا زياده لا والو. واحد شي شويه شي 5-10 دراهم 20 درهم هكا في البلاصه كاينه، ماشي ما نقولوش ما كايناش، كاينه، ولكن الناس حتى هما مساكن العطير العام كامل هما جالسين، من ترانسبور العام كامل مساكن ما كاين والو. ها كاين اللي خدام دابا اللي عنده 4 كيلو خدام غير كار، السوق اللي ما غادي يمشي السوق اللي ما بتاع الحاجه ناقصه ما خرج ليه الحساب، لان المازوت غالي، غادي يمشي هذا الكار حتى الوارزه وغادي يجي، هما تشيط ليه حتى 50 الف فرنك، وتابعوا الخدامه وتابعوا البنوات كياكلوا الوراق كياكلوا كلشي كياكل، ما خرجش ليه الحساب ماشي يمشي. شحال تتزاد دابا في الكليمه الا كان غير يرجع خاوي؟ شحال تتزاد؟ الا كان غادي يرجع خاوي كتزاد واحد 25% 30%، هادشي غادي يزيد لي يقدر يزيدوا، ما يقدرش يدير 100%، ما يقدرش يزيد. الوارزه شحال واصله اليوم؟ هي الوارزه دايره 130 درهم، هي نورمالمون دايره هي 100 درهم، كاينه 90 درهم 100 على حسب، لان الانسان ما كيكون ما يدار الوقت اللي ما كيكون والو كيمشي ب 80 كيدي الكير 80 درهم كيمشي بها مسكين الكار هكاك، ودابا وماشي الطريفه ديالو، الطريفه ديالو 100 120 درهم، ودابا ملي كتحسب الانسان 120 ولا 130 كيقول لك لا زدتي عليا، وموالف كيمشي ب 80 درهم و 80 درهم راه الكار هكا كيقدر بها الغرض وصافي، كيشوف راسو غادي يبقى الله ميسلك بها. جديده سبور، جديده جديده مزونه ناوية زبابرة جديدة جديدة.